لكل اللي عايز او عايزه تخس ومش عايزه تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحراريه لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. القرنبيط او الزهرة المقلي بالخلطة التي تحتوي على البيض والدقيق والخضرة وطبعا باقي المكونات. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في القرنبيط المقلي بالخلطة والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية في القرنبيط المقلي بالخلطة للمئة جرام، السعرات الحرارية 127 سعر حراري، بروتين 3.38 جرام، كربوهيدرات 8.2 جرام، دهون 9.44 جرام. القيمة الغذائية في القرنبيط المقلي بالخلطة للجرام الواحد، السعرات الحرارية 1.3 سعر حراري، بروتين 3.1 جرام، كربوهيدرات 8.1 جرام، دهون 9.1 جرام. وحدة قرنبيط مقلي بالخلطة بوزن 48 جرام، واحدة صغيرة. القيمة الغذائية في القرنبيط المقلي بالخلطة لواحدة صغيرة بوزن 48 جرام، السعرات الحرارية 60 سعر حراري، بروتين 1.62 جرام، كربوهيدرات 3.84 جرام، دهون 4.53 جرام. وحدة قرنبيط مقلي متوسطة بوزن 73 جرام. القيمة الغذائية في القرنبيط المقلي بالخلطة لوحدة متوسطة زي ما شفنا في الفيديو السابق بوزن 73 جرام، السعرات الحرارية 92 سعر حراري، بروتين 2.46 جرام، كربوهيدرات 5.85 جرام، دهون 6.89 جرام. وحدة قرنبيط مقلي كبيرة بوزن 83 جرام. القيمة الغذائية في القرنبيط المقلي بالخلطة لوحدة كبيرة بوزن 83 جرام، السعرات الحرارية 105 سعر حراري، بروتين 2.80 جرام، كربوهيدرات 6.65 جرام، دهون 7.83 جرام. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير وتضغطوا على علامة الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله على القناة. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.